أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يطير يا إلهي مذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد Ndola Adama Sano. Ndou Kouyet. Kompensa, kere di? Kompensa, kere ya menga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ben adoni. Kompensa, kere ya menga. Alhamdulillah, ala tando buluma. Eka ankili. Eba menkili msabakaro, edena kisi. Suma mena... Eba mwen kili msa bakaro, ede na kisi kwa kesi wambli yuko. Tuma mwen na kesi wambana. Rebu tuwe resulta nara, resulta adira. Elbo yu yu? Amu wakilita, angi ya matu nkasi ya duni na. Abete nkona tege. E, atu ndo angi ya manake meniko. Ika, kwa meni shu yuke? Dizu. Dizu. Ha? Vous voulez quoi? Moi, je viens pour faire un peu de temps. Il donne quoi? Je viens pour faire un peu de temps. Nous les mêmes font une durée. Le Kralu? Eh, Gigi Akramma. Kran est Kobale dit. Moi, je suis Gigi Akramma. Il est Korota du Nyatero. Il est Kran qui est Kranaka qui est la Wosso Boulma. Il est Alaye. Mansa menka kila ba mama Rasulullah sallam ke dan fim belaf sabantedi. Ekran ke wo mansa ye. Kuba ko mansa ne ka kane kara. Ni kara na. Ye kara ala de kuna yeren blika. Ekni yire korota. Ala de kuna yeren blika ki dia jamaye. Wo ne men fulan duye ye. Momme ni bri bakarama. Ay to ma sere dota. Ni ay duye ni ma. O ay duye ni ma ne re kanima. Aya jamaa sume na ndiko yanti ni momon ki giga krama e fana wo jamaa sule sorona do bonte duma ne de men fo moto yi e fana yi giga krama kran kay mbali nim sa te krano. Je suis Elaz Karamo Diawara, secrétaire général adjoint des affaires du secrétariat général des affaires religieuses. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد والصلاة والسلام الدائمان المتلازمان على أطهر روح وجسد النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ومع السؤال الأول للمتسابق الأول في هذه الجولة
اقرأ من أول سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. حسبك، بارك الله فيك.
السؤال الثاني: اقرأ من قول الله جل مجده وتعالى في علاه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حسبك، بارك الله فيك. السؤال الثالث: اقرأ من قول الله جل مجده وتعالى في علاه: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم حسبك فتح الله عليك فتوح العارفين وبلغك بالقرآن منازل القانتين